هنا الناس الكل مرت بظروف صعيبه، لكن كما نشوفوا لهنا كل واحد كيفاش تفاعل، كل واحد كيفاش كان تفاعله. فما شكون يقبل، فما شكون ما يقبلش. كما كريم عمره ما كان قابل، بالرغم اللي هو كوميدي ويضحك وفدلاك وكذا وكذا، وجاي من ظروف راهو صعيبه صعيبه صعيبه. معناتها الوالده كانت شكان كانت شو كانت كانت الوالد ما كانت الوالده كانت الوالده كانت تخدم معنا في الديار، معنا منزليه، فهمت؟ اما هي خدمه تخدم في دار، في دار من اللي بدات معناتها باش نفهموا معناتها اي الوالده معينه منزليه. بوك بابا قهواجي، قهواجي في قهوه، قهوه شعبيه معناها. وانت كنت ماكش قابل الوضع هذايا، فرج بابا ونراه تصويره خطوه ريت شليغمو كيفاه، ريتك لوك لاتراك توا وصل لبابا من التسعينيات يعمل فيه توا، ولاو مغرومين به لاتراك معناتها التركي يا تركي اسمعني يا تركي يا تركي اللي ولد توا شويه حريم السلطان راهو معناتها ما به. يا تركي انت الوضعيه نتاعك ما كنتش قابلها جمله، وحطيت في قلبك باش كيما محسن كيف معناتها كنت رافض الوضع ومش قابل. يا اخي قلت لي كنت متسيس وقت اللي عمرك 14 15 سنه، كيفاش؟ معناها احنا كنا ساعات باش نهبطوا لوسط البلاد لازم نمشوا على ساقين 4 كيلومتر. نتذكر في الشتاء نتاع 78 كنا هابطين، وثم وقتها يحضروا فك جونفي 78 ثم كالضرب العام اللي صاير في نتاع لو جي تي تي نتاع جي تي تي نتاع اتحاد الشغل، فملوحين دي تراكت في الشارع، فخذيت واحد منهم من التراكت هذاك وخليته في جيبي، وبعد قريته في الليل. انا وقتها جافي تريزون، دونك من وقتها بديت نهتم بالموضوع. مشينا وقت في الليسي بديت نعمل في شويه سياسي. ليتك كان اش معناتها تعمل؟ صديقك كنا جروب صغير عمرك 14 سنه، معناتها اعطيني كيفاش شنو هو اللي كيفاش ينجم شاب عمره 14 سنه يهتم بالشان السياسي؟ وقتها كانت الناس تهتم على خاطر كان ثم طلبه مهتمين بالشان السياسي في تونس، طلبه متفقين والطلبه متفقين. الطلبه كانوا هما زاد يحكيوا مع التلامذه في جهاتهم وينظموهم باش يحضروهم كي يمشيوا للطلبه، يمشيوا لك الحركات السياسيه المنظمه. فاحنا وقت كنا في الحي نتاعنا كان ثم طلبه اليوم يقرا ولاد الحي يجيوا وقتها بداوا ينظموا فينا في حلقات صغيره ويحكيوا نحكيوا على الوضع العام، اعطونا كتب نقراهم، وبدينا بشويه بشويه نهتموا بالحكايه هذه. انا وليت نقود في الحركه التلمذيه في الليسي نتاعي. وليت تقود في الحركه التلمذيه ملي في الليسي معناتها؟ عام 81 وعملتها، عملنا حركه كبيره تلمذيه، وانا طردوني من مجموعه من التلامذه من كل المعاهد الجمهوريه لاسباب سياسيه. طبعا كانت صدمه كبيره في العائله لانه كيفاش اسباب سياسيه؟ ايش عملت؟ عملنا ضربات وقتها وانا كنت نخطب في وسط التلامذه. تخطب؟ في الوقت هذاك، ومعناها صارت وقتها الحركه معروف حركه فيبري 81 اللي حركه مشهوره ياسر، ووقتها جات عمليه طرد كبيره ومنهم انا طردت، وكانت طبعا ازمه كبيره للعائله لانه كل الخدمه اللي عملتها امي وكان خدمه تحت في الماء بالنسبه لها هي، بالنسبه لها هي ولي انا ولبرشا من الناس تحت في الماء. دونك كريز كبيره. انا المشكله نتاعي وقتها اني في نفس الوقت عملت حاجه على خاطر افكاري ولكن حاسس بالكارثه اللي صارت، لكن ما نجمش نمشي نعتذر. وتو نتذكر فيك المشهد نتاع امي اللي وقت مشات هي الليسي باش تحاول تكلم المدير باش يرجعك باش يرجعني، لكن اللي حسيتها انا حاله نتاع اهانه كبيره ياسر، وحاله اللي يمكن نقبلها الاهانه كبيرة الكل، لانه في نفس الوقت انت قائد والناس يحترموا فيك، وفي نفس الوقت امك جايه باش تطلب الاعتذار على امور سياسيه، كانت وضع نتاع اهانه كبيره ياسر. لكن من اللحظات فلي مومون هذوما انا ثم دي مومون قعدوا في مخي ما يتنحاوش بالكل. يعيشوها برشا من شبابنا اللي يعملوا فيها هما الابطال، والديهم ساكن وراهم ترسيلهم يطلبوا في السماح وراهم، وانت وقتها عودتهم بعدين راهو. لا ما راهو بقوسين وقت انا كنت نعمل في المظاهرات، الوالده كانت تخيط لنا هي اللافتات في بالماكينه تاع الخياط. ومن بعد ندمت؟ من بعد لا مشيت تلقى في حلي انا، ما انا فهمت خاطر تولي مش كيما تعمل حكايه عامه كيما يظهر لها واحد ولدها طرد من كل معهد جمهوريه. وصلت الباك، خذيت الباك، مشيت تخطيت قبل الباك صارت حكايه مهمه ياسر، لان جات وقتها المناظره القوميه للفلسفه اللي هي على مستوى الجمهوريه يختاروا احسن ناس فلسفه في وسط الكلاس نتاعهم باش يعديوا المناظره. بالزهر نتاعي انا جيت لو برومي في الفلسفه في الكلاس، بالزهر نتاعي جات المناظره في الليسي هذاك. كنت الاولاني في لو
اما انا كنت نتذكر انه في الدار صحيح كنت فقير ونحس بالفقر، لكن في حتى في الـ في الـ في المعهد معناه كنت الاول في الفرنسويه ولا في العربيه ولا خير. المهم جات المناظره في هاك الليسي هذاك، كي مشيت باش نعدي المدير ما حبش يقبلني، قال انا قلت لك ما تجيش، قلت له لا راهي مناظره ما هو اللي صدع. قعدنا مده مشي جا مشي جا، دخلت مؤخر على الناس كل، وكعديت جيت الاول على المستوى الوطني، خليت الجائزه الاولى الوطنيه في الفلسفه على مستوى وطني، وهذه كانت ما بروميير فيرتي الكبيره، خاطر اول مره يخرج المقال في الجريده واسمي في الجريده. ونتذكر جدي عمكم محمد اللي هو بو امي كيفاش مقطعها الجريده هذيك، ولين مات الله يرحمه وكل الجريده هي عنده، رغم من بعدها خرجت في برشا جرايد، وحسيت انه والله فما حاجه معنا تجم تتعمل في المستوى هذا، وانك تجم تخرج من المحيط الصغير للمحيط الكبير. كيفاش كنت ناوي تخرج من ميزيريا وفي نفس الوقت يسار؟ اول حاجه هذيك احلام تاع ولاد صغار، انا خرجت من حكايه ديال اليسار وانا عمري 22 سنه، قصيت معها نهائيا، لكن من 15 ل 22 سنه معناها تحلم، ثم الحلم هو توا شنو واحد من القوه عناصر القوه باش تخرج من الوضعيه هذيك؟ قدرتك باش تحلم. اذا كان ماكش قادر تحلم وتشوف حوايج غير ممكنه تو لكن يمكن تصير بعد 10 سنين بما فيها روحك انت، مستحيل تخرج من الوضعيه هذيك. يعني ريف وقت ان اليسار، اش معناها اليسار؟ يقولوا الفرنسيس كونت اوني با ريفوليسيونير 20 اون اوني سو كو فو سافي 40 اون. وقتها كنا نحبوا ان نغيروا الامور، جزء من الحلم هذاك، الناس كل كبعضهم والناس كلها بس عليهم والناس كلها عايشين مليح والى اخره. احنا وقتها كنا مربوطين، تمشي في الجامعه تلقى جماعه جاو كانوا طلبه في الجامعه التونسيه، وقت الجامعه التونسيه فيها برشا صراعات تغلي تغلي، يروحوا الاستاذ تقريبا عمليه الاستقطاب تصير في الكلاس، واضح الكتب بعتيهم لكم اي، وتروح للحي في جيو لي فاكونس يروحوا الطلبه، نفس اللي صاير في الجامعه يعملوه في وسط الصغير. وانا بالنسبه لي وقتها فك الحي الشعبي هذاك افكار كبيره نتاع الشراكيه، الناس كل كبعضهم، الناس كل تخدم، الناس كل تعمل، الناس كل غيره. ومن بعد كي مشيت للجامعه سيتي نورمال، الجامعه كي وصلت للجامعه ايفيدامون كنا دخلت اللوجات، قبل اللوجات قعدنا في العمل السياسي هذاك، وقابلت الناس نتاع تونس، احنا كنا من جهه جماعه الجنوب، قابلت جماعه تونس. وقتها قابلت شكري بعيد الله يرحمه، شكري بالعيد اللي تربط انت وياه في رجيم معتوب، تربطت انا وياه في وزاره الداخليه الساعه، تشدينا مع بعضنا فرد وقتاش هذا؟ هذا تشديت انا وشكري 3 مارس 1987. انا وقت عمري 22 سنه، 22 سنه، هو عمره 23 سنه، 23 سنه. فهمت. دونك تشدينا وكنا ماشيين، احنا كنا نفس التنظيم، كنا ماشيين كليه منوبه، انا قلت نكزوا من الحيط، هو قال لي اذكى كان يمشوا بتاكسي باش ما يفيقوش بينا. صوفكو هالمغامره البرجوازيه تاع التاكسي، خاطر طالب تاكسي مش ديما. فقوا بينا خاطر هما عندهم تصورنا وقتها، دونك شدونا في منوبه وهزونا لوزاره الداخليه ويفرحوا بينا مده من زمان، فرحه باه ياسر معناها. دونك تم التحقيق معنا وتعذبنا مده. ومن بعد من غادي هزونا رجيم معتوق في الجزرنا، غاديك عطاونا الكومبا حجمونا قانون تجنيد اجباري. دونك اول ما وصلنا طلبوا منا باش نحيوا 3 دو ماتان بلاصه صحراء ما فيها حد شيء، خرجوا ثلاثه ملثمين خذوا اوراقنا، من بعد قالوا نحيوا البرتكانات. هو فات خرجوا العصير تاعهم وفلقة عثمانية صحيحة معناها. فلقة معناتها عصا وفيها هاك الحبل وتخلي ساقيك ويدوروا بكل واحد هذوكم وهزوا ساق دا وشنو بداوا يضربوا. مشيت تا واحد في بلاصة في الصحراء تاكل في بلاصة ما تعرفش عليها في الضرب، ممكن ما عادش ترجع بالكل. خاطر أول جماعة العسكري موصلين قالوا لنا أهم حاجة تعملوها روحوا حيين. داير تو التصويرة كي تشوف فيها أنا مصور على اليسار، هذاك وجهنا كيفاش نوليه وخاطر تولي حالتنا حالة حليلة. هذاك اللي مغاليك على اليمين صحافي تو اسمه لمجد الحمداني. فهمتك. واللي قاعد في وسطنا يظهر لي ولا والدي تو كيلكو بار معناها. اسمع انت تقولي قاعد في وسطنا وميرنا وكذا، خاطر انا ما عرفتكش انا هم الثلاثه الحقيقه. ما نقول زعما هنا هو معناتها انا انت تقول لي انا الحقيقه ما عرفتكش انا هو من الثلاثه. انا نفسي ما عرفتش روحي كي رجعت، انا كي رجعت وغزرت روحي في الواحد شو تعرف ولينا تعرف شنو معناها تعيش جمعه شنو عام كامل في قيتون في الصحراء ما عندك حتى شيء، دونك وجهك كحال، حتى المشي ولي صعيب خاطر المشي على مشي حال برونزي برونزي قاعد معناها حكي بالحق تعذيب والفيعي واحد القاعده نتاعي في الباساج معناها مرتاح الاخر سويق اللي يكمل فيه جيش جيش كيستي ما تظهرش القايس فاهم ما تعرف كيفاش من بعد اون سابيتي راهو اون سابيتي اون سابيتي اون سادابت ما تنجمش تصور قداش الانسان عنده قدره على انه هو يسابيتي فهمت خرجت من الجامعه كملت الميتريز نتاعي اول خدمه خدمت انكيتور في مكتب بيعمل فكر لي سونداج دونك كنت ندور بك لي كيستيونير كنت تعمر وحدك تحت حيط ولا بالحق العبيد
الحقيقه الحقيقه صراحه كنا عملوا زوز ساعه ساعه تعمر وحدك تحقيق هكا هكا نعملوا حسبنا اللاعب هو خاطر انا سوسيولوج دو فورماسيون نقولوا واحسبوا 10% تاع باللوجيك معناتها تعمر هكا هكا لكن من بعديك كي وليت انا اللي انا بليزونكيتور باش كنت نعمل فيها العمله هذه لقيت طريقه باش نعسر واضح اول شهريه رسميه لقيتها دي في سو ريغولير يظن لي كانت 200 ولا 180 دينار من المركز هذاك سونداج هذاك من المركز هذاك قعدت غاديك خدمت مده قليله ومن بعد بالزهر مشيت مره عملت محاضره في اجتماع دولي وقتها ثم منظمه كبيره رئيسها نيلسون مونديلا استقرت بتونس لو ديريكتور كان موجود سمعني اسمها التيار الفونداسيون سمعني قال لك تخدم معنا ولا قلت له سيرش من بعد قال لي نحكيو في السدار قلت له نحكيو قال لي شنو رايك نبداو ب 100 دينار سكت انا هو يحسبني يظن لي مش راضي وانا وقتها زدت مصدوم خاطر 100 دينار في الوقت هذاك مليون مليون الحلم تاع كل تونسي كان قبل تو ما عاد مليون كرهبة ودار كنا نحن هكا ولا لا هذا نحكيو على 93-94 واضح من الاول في المستوى الدولي هذيك هي معناها زاد بعد دخلت في فريدم هاوس بعد دخلت في فريدم هاوس على الشانس جيك الشانس بعد دخلت فريدم هاوس بعد مشيت فريدم هاوس مدير فريدم هاوس اللي معروفه اللي هي سباله نتاع فلوس تنجم تقول فريدم هاوس اللي هي 60 اون جي معناتها منظمه عالميه برشا سياسيين توانسه فيها امريكيه تمول فيها معناتها دو لارجون فيديرال امريكان كيما كل زون جي في العالم معناتها اللي هي ميزاب نتاع فلوس ومن غاديكا دخلوا لك نقولوا احنا اول فلوس صحاح اول حاجه خذيت بوست صحيح لاني كنت غير الامريكي الوحيد اللي شد بوست نتاع ريجونال دايركتور معناها مدير اقليمي واضح اول مره واحد مش امريكي ويظل لي اخر مره خاطر وقتها ما حطوا حتى حد فما مرحله عشتها انت حلوه ياسر كي في بارتي دو غيف اللي هي شنو اللي قلنا كنت تمشي معناتها ظروف صعيبه صبات مقطع تاكل كان في القديد الحمى تعرفوش كذا وكذا رجيم معتوق تمرميد هذاك الكل توا باش نبداو بشويه بشويه نشوف كيفاش محسن مرزوق بان عينين باش يغزر الحاجات معناتها وخلنا باش ما نحرقوش الحكايه ما نحبش انا نقول او باش نبداو بشويه بشويه بديت تشوف في حاجات نحب نشوف بان عينين غزرت لهم بالاخص المره الاولى معناتها خلنا نبداو اول مره معناتها فلوس صحيحه دخلت لك وكونتراكت صحيح عملته مع فريدم هاوس كيف دخلت لك الفلايسات ساعه من الاول كيفاش كانت معناتها كيفاش كان الجو ساعه قبل ما ندخلوا بالكبير ما خاطر من الاول مش لازم ندخلوا في التفاصيل ما نقولوا مبلغ اكثر من اللي محترم بالكدا تفرهدت الامور فرهدت الوالده وقتها معناتها توتافي العيله ايفيدامون رغم اللي امي مازالت تسكن في نفس الحي الشعبي ما تحبش تخرج اي عندها الحق جوها غادي باش نسيب جيراني وكذا وديما نمشي غاديك سي تون ميو برشا نسيها هكاك عادي ثانيا انا مشيت نتذكر اول حاجه كسرت فيها الفلوس دو تري بون ريستورون برشا كتب وعملت سفرتين دو فواياج احسن وتله لي ميور زوتيل لي ميور فواياج انا تقريبا زرت 70 بلاد فما 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 جزء واحد اخر حتى لهنا هذا الكل نتصور الشباب اللي لهنا واللي يسمعوا فينا في الدار مستنسين به اما فما حاجه انت عشتها ويمكن احنا حتى حد فينا ما عاشها لهنا وانت تنجم تحكي لنا عليها على خاطر هالمستوى نتاع الرفاهيه هذا برشا توانسه وصلوا له لكن تبقى انت بعديك دخلت في منظمه قطريه ووليت قريب حتى من الشيخه موزه واعطيني انا محسن مرزوق الوليد الصغير اللي جاي من البيئه اللي حكينا فيها ساعه نصور راك ريت حاجات اللي مريت حاجات ريت حاجات شنو ريت أي محسن مرزوق؟ بعد ما كملت في فريدم هاوس عام 2007 أي؟ مشينا وقتها في الواقع هي منظمه دوليه أي؟ كبيره ياسر واختاروني كل الامين العام تاعها وقعدني نلوجوا في المقر ما لقيناش فهمتك اما بونينو اللي كانت وزيره خارجيه ايطاليا لقات المقر في الدوحه اللي كانت هي علاقه عندها علاقه شخصيه باللي يحكم في قطر دونك مشيت عام 2007 2008 استقريت غاديك امين عام المؤسسه العربيه للديمقراطيه في مستوى عالي ياسر زاد بون انا حسيت انه بالاختلاف لانه في الحياه في الخليج مختلفه تماما لكن اكثر شويه من اللي كنت نعيشه اي شو اكثر شويه ولا تو اكثر شويه معناها الشيخ موزه معناتها اكثر شويه صديقي سامحني الشيخ موزه معناها ما كنتش نخدم معها مباشره كنت نخدم في منظمه دوليه في منظمه هي تشرف عليها معناها نعم هكا ولا لا انا قلت سابقا نكرر اليوم صحيح احنا في تونس عندنا معلومات غالطه انا كنت
تشرفت بالعمل معاها. سيت اون فام اكسبسيونيل. ومن قال عكس هذا؟ لا لا، عندنا في تونس سيت اون فام اكسبسيونيل، كانت معناها تكلم ثلاث لغات، تخدم معاها الدوسيات تقراهم، عندها رؤيه استراتيجيه، حرت المراه القطريه في جزء كبير، خرجتها هي سوق الكراهب، عملت مدرسه تعليميه كبيره، وكنت في الواقع العلاقه مع هي والناس اللي يخدموا معاها علاقه نتاع ناس. انا ارجو انه في تونس النخبه هذيك نتاع الناس الاكفاء نعطيهم جزء من الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه، خاطر عندهم كفاءه حقيقيه. واضح. باهي توا لهنا شفنا اللي محسن مرزوق بغض النظر على المواقف السياسيه، انت ما تحبش تحكي سياسه. لا لا لا، ما تحبش تحكي في السياسه. لهنا محسن مرزوق وصل الى هدف معين. محسن مرزوق ولات اموره مفرهده، وصل للمستوى اكثر من راقي، علاقات اكثر من راقي. من بعد 2011 فما برشا بيبان تحلت. جيت انت اطلعت على الساحه السياسيه، برشا علاقات، حكيت مع برشا ناس وكذا وكذا. فالشيء تحلت لك لحاجه اخرى، الفلوس ولات ما عادش تكفي. معناتها ولات عندك طموحات اخرى. من غير ما ندخلوا في لغه حبيت نخدم بلادي والوطن والديمقراطيه وكذا وكذا وكذا، اللي يهمنا الشخص انت، معناتها فهمتني ولا لا؟ وقتها نتصور راك قلت انا توا بلاصتي موجوده هكا ولا؟ قبل ما نوصل ل 2011، المده اللي فاتت في 20 سنه اللي فاتوا، انا تقريبا شفت كل لي سوميتي انترناسيونال. واضح. يعني عرفت اللي يحكموا في العالم. يعني قعدت مع ناس ملوك، قعدت مع رؤساء دول قبل 2011. اما بربي لهنا سي امبورتون، مادام ما كنتش جبت النقطه هذه باش نقول لك انا سي امبورتون. فما طريقه كيفاش تقعد معهم، مش كيما الطريقه اللي قعدت معهم وقتها انت تشرف على منظمه، كيما وقت اللي تمشي مع رئيس دوله قبل رئيس دوله واحده. فما طريقه راه صحيح، مش كيما يقول لك حتى انا نجم نعمل سيلفي مع اوباما ونقول اوباما انا ويا اخوي. مش سيلفي. لا لا لا، معناتها خدمنا. معناتها خاطر من بعديك هذاك مستوى، فما طريقه وفما مستوى معين يقبلوك به العباد، وفما مستوى اخر. بعد 2011 معناتها فو زافي فرانشي ان كاب، معناتها سي فري، معناتها تعديت المرحله. لكن المهم نحكي عليه هذا. اول حاجه انا قصيت الكونترات نتاعي، لانه ما كنتش نرجع لتونس والكونترات نتاعي قاعد، الكونترات نتاعي قاعد ماشي. هاك سيتي ان شوا بروندر. باهي انت مصدق الحكايه نتاع اللي يحكيوا فيها برشا سياسيين توا، ومن غير ما نسميو حتى حد بما فيهم سيادتك، ما نسميوك كان انت مادامك موجود لهنا، يقول لك انا كان عندي كونترات ويضرب يسرع مع الشركه الفلانيه وقصيته، انا كان عندي كونترات ومتاع قداش من مليون. اي اما انت هل ترى حقيقه معناتها تتصور اللي هما فاعلين خير؟ ما هو على خاطر فما ادرينالين، فما زريقه، معناتها فما حاجه اخرى، على خاطر الدنيا ماهيش فلوس. لا خاطر انت خليني نكمل، باش نقول لك هذا تسمع فيها اللغه هذه ولا لا؟ انا مش باش نقول لك. سامحني، نسمع فيها. تسمع فيها ولا لا؟ انا مش باش نقول لك. بربي يا خو بخاطرك جاوبني، مصدقها ولا لا؟ في جوانب نصدقها وجوانب لا. ثم ناس نعرفهم قصوا كونتراتواتهم، وثم ناس اخرين نعرفهم ما قصوش كونتراتواتهم، عملوا كونتراتوات احسن كي مشاو للسياسه. لا علينا، اما هو كيف يقول لك انا قصيت كونترات وضحيت وجيت لهنا، هي خاطر الدنيا ماهيش انفستيسمون بور ميور كونترا. أنا إيش نحكي لك؟ أنا مش نحكي لك في التوجه والتوجه نتاعك، أنا اللي رجعني مش حكاية نقصت كونتراتو على الغناء الشعرية اللي يقولوا فيها توا باش يخدموا نواف. خاطر هذيك الجرثومة الفيروس شو اسمه الدودة اللي من 15 سنة حسيت أنه كأنه جات فترة وقفت وتوا ثم رجعت ثم إمكانية باش نجموا نعملوا واكل حلمنا به كل. دونك اللي قادني كأنه مش اللي حلمنا، مش اللي حلمنا. اعطيني انت اللي حلمت به. حلمت به بار انترميتونس بور فوار، معناها امكانيه لعب دور على مستوى الوطن ودور قيادي زاد. ومن بعد تعرفت على الاستاذ الباجي قال السبسي، هو رئيس حكومه، وطلب مني اني نكون بحذاه، فوليت مستشاره هو رئيس حكومه. هذه برشا ناس ما يعرفوهاش زاد. في الفتره هذيك نتاع افريل وماي 2011 كان عندي بيرو في رئيس الحكومه بدون ما نكون حاضر في الاورجانيجرام، وما عنديش تيتر. فهمت. كما الدنيا كلها كانت داخله بعضها. اي بون، ومن غادي انا رايي انه تونس ماشي خطر كبير، مش تو مش نحكيو سياسه راه، ما نحبش نحكي سياسه. لا مش سياسه، انا احكي لي ليفوليسيون دو كارير. انا جي بري بوكو دو ريسك، وبرشا ناس خذوا بوكو دو ريسك. والباجي قائد السبسي كي خرج زاد هو من رئاسه الحكومه وقرب معانا باش نعملوا حزب، الى بري ان كرون ريسك بيرسونيل. لانه ماكش ساهل راجل في العمر هذاك تجي تقول خرج من رئاسه الحكومه، كان يجم يقعد في داره والناس كل كذا. متفقين. بون. دونك خرجنا من الواحد، شنو عملنا؟ ما عندنا حتى شيء، احنا قلنا مش نعملوا حزب. دونك اون تونتي ان كو، حاولنا محاوله، قلنا مش نعملوا حزب، حتى واحد ما عطانا شانس باش ينجح الحزب.
قعدنا 4-5 شهور واحنا خايفين على رواحنا لحمايه الثوره من غادي. انا قعدت 4-5 شهور من بيتي. اول ظهور اعلامي كبير ليك في تونس كان وقتاش؟ مره 2011 كي رجعت 2011. سيداتي انساتي سادتي، السيد يحب يقول لي رئيس جمهوريه وعلاش لا، وهذا من حقه. السيد يحب يقول لي رئيس جمهوريه، وانا حصل لي شرف باش قابلته مره وسمعته يحكي ولقيت اللي عنده تحليل باهي، فاقترحت عليه قلت له تحبش تولي كرونيكور في التلفزه نتاعي؟ انا نقول له تحب تولي كرونيكور، وهو يقول لي نحب رئيس جمهوريه. معناتها يظن لي ماناش بالضبط فرد طموحات وقتها انا. اما انا من وقتها اللي جاني في امريكا انا قبلتها. اه كجيني في امريكا انا قبلتها، اخذت في امريكا وبيتر كرونيكور ولي. اما التحليل نتاعك كان وقتها صعب، ونجم نقولوا انك برزت بالكدا وقت الحمله الانتخابيه كرئيس الحمله الانتخابيه نتاع نداء تونس ورئيس الحمله الانتخابيه نتاع بيجي قايد السبسي في الوقت هذاك في الحمله في الرئاسيه. وقتها وليت معروف، وليت فاعل، ولا التصرف نتاع العباد تجاهك تبدل. انت التصرف هذاك كيفاش عشته؟ عشت انه ثم ناس برشا كانوا ناس معانا من الاول وقادوا معانا، وبرشا ناس جاوا وقتها يجريوا كما تعرف عنها الرياضه هذه تاع الناس اللي يتملقوا، الناس اللي يحبوا يقربوا، الناس اللي يحبوا يغيروا. حتى انت حسيتك شويه هكا، معناتها مش كيما تقابلنا وقت اللي حبيتك تجي تعاوني ككرونيكور في التلفزه نتاعي، كيما المده الاخرى كلي معناتها شو هو راهو فما درجات. يمكن الشهره النفوذ وانك انسان فاعل على الساحه السياسيه يعطيك شويه ثقه في النفس، معناتها بلوغه سهله، واحد راسه ما كبرش شويه. سي بوسيبل، مش نقول لك لا، مش نقول لك شغل كون فيرما 100%، سي بوسيبل. لقينا روحنا في موقع نتاع السلطه، وعكس ما يتصوروا الناس ما كانش عندنا ثقه كافيه في رواحنا. احنا تو الناس تظهر لكن ثقه كبيره، اما انا نقول اليوم انه ما كانش ثم تحضير كافي اللي اخذنا السلطه هذه، والامور ما كانتش باهيه. دونك او فون دو نو ميم، او فون دو ما ميم، خليني مش في الاخرين، نحكي على روحي. وقتها في نفس الوقت كنت فرحان باللي عملناه خاطر كانت معجزه، ولكن خايف من اللي يجي. وبرشا ناس ما تعرفش اني انا وقت عيني رئيس الجمهوريه وزير مستشار عنده مستشاري في القصر، اني في شهر فيفري قلت نحب نخرج في شهر فيفري. ثم شكون نصحني قال لك حالك مشيش بكل حالك من وقتها بعد اعلان الفوز نتاع رئيس الجمهورية، راك قلت يزي توا راني باش نرتاح. المشكلة أنه وقتها برشا نصائح سمعتهم هذوما، أنه وقتها إيا في اون إيكيب ميتر أون بلاس، سيتي با فاسيل دي تو. لكن بعد شهرين خاطر خوفي الكبير كان أك الحزب اللي احنا بنيناه اللي هو يعني فيه السلطة، خاطر السلطة في الحزب كيفاش طول بدا يتعارك وبدات مشاكل فيه وتخلويذ اللي فيه وكل شيء. ما خرجش في فيفري لأنه كنا لازم نحضروا زيارة أمريكا. اللي هي فيها برشا حكايات ما نجموش نحكيهم توا ايفيدامون خاطر مش نقعدوا ديما عندنا. اما نتصور اللي راك كانت عندك نشوه، ما نعرفش انا مثال نابوليون كيف ولا امبرور وحطوا له تاج فوق راسه وقال ما صاب بابا جاي حي، انت شنو قلت وقتها؟ احساسي بانه نمثل الدوله، هذا كيتي امبورتون. يعني صح تمثل الدوله. تمثل الدوله معناها ثم شعور كبير نتاع فخر داخلي. ثم احساس غريب انك تحس بروحك اذا كانك صادق في الحكايه هذه، انك تحس بروحك تمثل الدوله. به قولوا توا فما مشكل كبير نتاع توريث هكا ولا لا؟ اي اما فما مشكل نتاع توريث عند محسن مرزوق اللي هو كان يرى هو نورمالمون اللي يورث سياسيا باجي قايد السبسي، وهذايا ما صارش. اول حاجه مش تورث شنو؟ احنا دوم وصلنا في جانفي 2015 وصلنا للقصر. انا حبيت نخرج في شهر فيفري. بعد خرجت بطلب مني انا في شهر جوان. توا كل الشهادات نتاع الناس اللي كانوا غادي يخرجوا حكاو اكدوا انه بطلب مني خاطر خرجت اشاعه وقتها كاني انا ثم شكون دفعني للخروج. دونك خرجت في شهر جوان. اش عندنا ما نورثوا؟ الحكم دوم ماخذاه السيد رئيس الجمهوريه مش يقعد فيه حتى 2019، واحنا نحكي 2015. انا وقتها كانت مشكلتي كيما ما ترتاحش في الانتخابات التشريعيه، كانت مشكلتي ديبوزيتير دي بوفوار اللي ماسك السلطه الحقيقيه هو الحزب. الحزب ماشي باش يطيح صراعات وسي فلان يحب يفك وحفلان درشنيه وماشيين في حيط اللي توا مشات له شويه الموضوع كما كنا نتصوروه. وخرجت من البلاصه وكان جاعيني انا في التفكير هذا اللي قعدت غادي نقصر. هل ترى ما كنتش تتصور روحك وانك بعد الخدمه اللي خدمتها الكل والقرب اللي قربته الكل السيد باجي، ما كنتش تتصور وانك باش تكون مسموع اكثر معناتها؟ لا احنا اختلفنا بصراحه، اختلفنا في برشا حوايج.
و معناتها فما خيبه امل؟ لا معناها في المجال السياسي مش في مجال التوريث وفي مجال لا لا معناتها هو شنو احنا نحكيو توريث استراتيجي ما نحكيو على السلطه هكا ولا لا معناتها على شكون معناتها انا رايي معناتها محسن مرزوق اكلوا ليد صغير كيما بورقيبه وكيما شارلي شابلين كانوا يمشي بصبات مقطع وكيما بورقيبه مش يقرب بصبات مقطع محسن مرزوق زاد كان الى روحه علاش لا رئيس جمهوريه فبالتالي الاجواء اللي كيف وصل للقصر الاجواء اللي راه لقاها اجواء غير ملائمه أنا نجم نأكد لك أن احنا خيبنا أمل الناس وأن السلطة اللي تم أخذها تم هدرها وتم التعامل معها بطريقة ما عندها حتى علاقة باللي حابين نعملوها به. أما إذا كان ما تاخذش ريسك كسوان بوليتيك ولا في الفن ولا في السبور وما تاخذش ريسك في البزنس وما تاخذش ريسك في الإعلام وغيره ما تعمل حتى شيء ما تربح حتى شيء. سو لو بلان بروفيسيونيل بوليتيك شنو هما ثلاثة أكثر حاجات ندمت عليهم؟ ما ندمت أني ما كملتش التاز نتاعي الدكتوراه خاطر قعدت لاهي بالسياسة أكثر من التاز الدكتوراه رغم أني كتبت منها تقريبا 500 صفحة. ندمت ندم كبير ياسر على أنه وقت بدينا نعملوا فيه الحزب نداء تونس أنه احنا ما فكرناش من الأول أنه الغلط اللي كنا نشوفوا فيهم وساكتين عليهم خاطر نفكروا في الربح ونفكروا باش نوقفوا المنافس السياسي. خلينا برشا حوايج غالطين قدامنا صايرين والحوايج الغالطين هذوكم هما اللي تو قاعدين مسيطرين. والجانب الثالث اللي ندمت عليه اني انا ما عطيتش وقت كافي كلك العلاقات الدوليه اللي انا عملت لمدتهم 20 سنه ما قعدتش نتبع فيهم بما يكفي لانه هذاك هي الربح نتاعي الكبير علاقاتي سمعتي الدروس اللي كنت قدمهم في المستوى الدولي المنظمات اللي انا بنيتها بثلاث منظمات دوليه واني انا قعدت ياسر لصقت ياسر العمل السياسي ما عادش نقرا ياسر ما عادش نكتب ياسر وبالواحد العقل نتاعه وتسطح باهي باش نحكي معاك انا بكل صدق تصور اللي فما حاجات ندم عليهم وما حكيتش عليهم لكن هل ترى يمكنش هذايا يكون ايجابي للمستقبل؟ معناها اذا كان احنا نحكيو على قصه النجاح توا احد الدروس نتاع حكايه النجاح انه راهو مش خط مستقيم معناها تمشي تقدم تطيح تطلع توقف سا مارش كما تحب انت ستاخر بالتوالي ثم خيبات ثم غيره سينو ماشي يقول يصح عليك المثل الشعبي نتاع واقف على البير يا درويشه كانك على مسعود خذات عيشه. سي محسن شنو احوالك تو؟ تافا تري بيان على كيف. ولاميرتوم شنو هي لاميرتوم؟ لاميرتوم فوالا مش نقول لك علاش، لاميرتوم هي انه عملنا حاجه خارقه للعاده كنا نجموا نردوها احسن بياسر. جينا في الوسط دخلناها بعضها بحكايه تافهه نتاع الولد يحب يشد يخسر روحه وارث بوه والاخر درا شكون هي والاخر يكسر مخالي. ومحسن يسخر روحه وارث عنده كيف لا سامحني لما تعرفش ما حتى محسن يسخر روحه وارث زاد لا سامحني انا كي خرجت 2015 خرجت 2015 قعدوا هما يتعاركوا دونك الموضوع ما يخصنيش انا بخاطر ديما هذه سي ان بوان امبورتون وانا خدمتي كيفاش معناها عاملين الاحزاب السياسيه خدمتي كيفاش تقيس نجاح الاحزاب السياسيه خدمتي كيفاش تعمل حملات انتخابيه خدمتك باش تعمل استراتيجيه سياسيه اللي قاعد نشوف فيه توا ثم تقدم. الحلقه نتاع اليوم لا محاله نحاولوا نبعثوا الامل باش نقولوا هاو ولاد الشعب احنا انتم كلكم انتم ولاد الشعب هكا ولاد الشعب ينجموا يوصلوا اما انتم كلكم وصلتوا قبل فنورمالمون العقل يقول وأن ولاد الشعب ينجموا يوصلوا اكثر بعد الثوره اللي صارت. الاحساس هذايا ماهوش موجود عند الشباب نتاعنا اليوم حسب رايك انت. نعرف توا ما تنجمش بكلمتين ولا بخطاب ترجع الامل، حسب رايك انت باش غدوه التونسي الشاب اللي يهمنا احنا ولا ساعه التونسي العادي يرجع له الامل وباش الشاب يولي ما عادش عينه باش يحرق، باش الشاب يولي يقولوا انه لو ريف تونيزيان اي بوسيبل واني نجم نعمل، شنو هو يلزمه يصير في البلاد؟ اول حاجه نتفق معاك تقول انه النماذج الموجوده هنا اليوم وانا متشرف اني جيت معاهم اليوم كل نماذج نتاع نجاح هذه رساله راهو نجاح ممكن هذه اول حاجه خاطر الساعه اسكو نجاح ممكن ولا هذا سؤال لازم يسالوا كل واحد شاب على روحه هكا الواحد اللي قاعد متغبن في بلاصته وكيسر وتقول له اخويا بابا ما مشاش معايا الدوله ما عطتنيش ودرتني يقعد حياته كامله يتغبن وما عاد واحد مش بيمنعه يستنى في حوايج اسيستي معناها شكون مش ينقذه حتى في الغنايه كيفاش تقول الغنايه الشعبيه جيبوا لي خالي من موتي شاب وخال معناها الحبيب ما هكا ولا دونك حتى خالو مش يجيبوا له احنا قاعد مبنك السيد معناها ما يحبش يتحرك يجيبوا لي بلاي صاحبتي ولا يجيبوا لي صاحبي حتى هو هو انت قاعد تلوم عليه هو لا 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 سر ساسا مش هيك قاعد تلوم على الشاب لا لا مش نلوم حتى انا على نفسي ما هو لازم نلومه شويه في جانب من هذايا مش نلومه نعت الروح شنو هي الروح اني نحب ننجح ثقافه النجاح اللي في تونس ما ثماش هذه اول حاجه ثقافه الطموح في تونس كل واحد طموح كاينه مريض زعما مش يبرى مش يخرج منها كانوا طموح يلزمنا نتربيه على هذا اولا انا رسالتي كان عندي رساله من حكايتي انا الشخصيه المتواضعه جدا
لكل واحد موجود في الصاله هوني واللي يسمع فيه. حط في قلبك، اعمل لك اللي قلت عليه انت الجرينتا، راك قادر باش تنجح. سي محسن مردوق، نعرف اللي عندك طياره يزمك تمشي. سامحوني انا حبيت نقعد معنا خير الكل. نعرف، وانا نشكرك برشا اللي رغم التزاماتك جيت. تصفيق كبير على سي محسن. شكرا. باش نرجعوا نحكيوا مع مع المختصين ورايهم في سمعوه الكل. باش نرجعوا نحكيوا مع المختصين ورايهم مع اللي سمعوه الكل مباشرة بعد هذا الفاصل.